سلام الله عليكم. الكل يتحدث اليوم عن محمد المكي، وهو شاب من قرية وسط جبال إقليم ثنغير. ظهر في فيديو مع سائحتان فرنسيتان بعفو وجود وكرم أبناء المغرب العميق، استطاع أن يكسب قلوب الآلاف بل الملايين الذين تابعوا الروبورتاج في أوروبا والمغرب. شاب فقير غني بالقناعة وبالقيم الإنسانية، وابتسامته العريضة هزمت قساوة الحياة هناك وسط جبال الأطلس. هذا الفيديو بمثابة إعلان مجان عالمي للترويج السياحي، ومن المؤكد أن الملايين الذين سيشاهدونه سيتوافدون على المغرب بحثا عن محمد وأمثاله كثير يسكنون الجبال بعيدا عن ضجيج المدن وصخبها. محمد رغم ظروف الحياة الصعبة قال للسائحتين الفرنسيتين لوماروكس بيان: المغرب جميل. لنملأ الفيسبوك بقصة محمد، لنكرم محمد وأهله لأنه يستحق أن يكون نجم هذا الأسبوع بدون منازع.